هاي جايز، كيفكم؟ طبعا الحين بنجهز اغراض رحلتنا لبكره. تونا راجعين من السوبر ماركت، شرينا بعض الاشياء. ما راح اقول لكم وين بنروح، بس شرينا بعض الاشياء بوريكم اياها. هذه جنة طبعا، قولي هاي. وبوريكم ايش بعد بنجهز. طبعا اتوقع واضحه الخطه من التجهيزات، بس بوريكم اياها يلا. طبعا هذه الاشياء اللي شريناها من السوبر ماركت. شرينا مارشميلو وشرينا شيبس، وهذا طبعا اهم 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 شيء، الحب جنة. وشرينا شوكليتس، وهنا جهزنا الاغراض، جهزنا صحون بلاستيك وملاعق بلاستيك وشطة اهم شيء عشان الغداء. وايش بعد ايش بعد في هذا ماريو طبعا. اهلا اهلا يا حلو، نحاش على طول. والحين بنكمل التجهيزات. طبعا بنحط بوب كورن، بعد صالح مره يحبه فبحط لي واحد. طبعا سويت صوص للدوريتوس والشيبس، كذا نكون تقريبا خلاص خلصنا يعني. مطبخنا مره حوسه. حطيت هذه السله عشان بحط فيها الشيبس. دقيقه فوكس. وخلصنا الاغراض وبجيب هذه بس. طبعا وصلنا المكان مثل ما انتم شايفين، والحين قاعدين نجهز عشان نطبخ. ما تغدينا الى الان، ميتين جوع. نطبخ غدانا. نطبخ غدانا، وطبعا الغداء تحت اشراف هيا وهيفا. لا ما لي دخل. وش اللي ما لي دخل؟ يلا تعالوا. يلا هذا هو جهزنا هنا. طبعا هذا المكان مره يجنن. الله، شوفوا هناك الناس حاطين كرفان لهم. صالح هنا طبعا، شوفوا هذا هو قاعد يلعب. وهذه ننونة قاعد تجهز تجهز خيمتها هي وصالح. خلوا الحين خيمة، الحين بريبير لانش جنالين، خلوا خيمة بعدين. خيمة يلا اي بعدين صالح. ها اول شيء نجهز الغداء حبيبي، جوعانين. يلا يا طبعا بنسوي كبسة دجاج. تخيلي عادي مريم ما يشتغل، شو نسوي عاد؟ ايش ناكل عاد؟ ناكل ايش يعني؟ هاي هاي هاي، يو لايك؟ يس ذس ذس ون. الله يستر عاد ما يشتغل. الله جديد المشكلة، شارينا يعني ما ندري يشتغل ولا لا. واحد اثنين، لا يقب على وجهك بس يا مريم. وشو؟ مبسوطة جنة، والله الجو يجنن براد. شكله ما راح يشتغل. الله يستر. طيب هيا مريم. أبشركم اشتغل، تخيلوا قعدنا يمكن حول العشر دقايق. عشر دقايق ما اشتغل، قلنا راح ما عندنا غدا خلاص، انا معتمدين على الله ثم علي ان بقول اللي بنطبخ غدانا فيه. يلا الله الله بدينا ترى، يلا طرى عاد انا طرى ترى بدينا. ليش اول شيء ثوم؟ المفروض بصل اول. والله ما شاء الله زين هذا حالي. لا لا ما في هنا جنة غير بلي حبيبي. يور كوكينج. ومين اللي جوعان؟ الله يا هلا، هذه طبعا بهارات. عاد كبسة هذا هي كبسة البرد، سبحان الله لها نكهة غير. بس احنا مو مسوينها على فحم، فما ادري عاد شو يطلع طعمها. حط هذا مو كله، كم وحدة؟ لحظة. يلا يلا. الله الله الله. أول شيء طبعا لازم تحمسون هذولي عشان يطلعون. طيب هيا لا يطيح القدر عليك، ها؟ لا يطيح. راحت لان صالح ما عطاها ستيك، دورنا لها ستيكس. واو جنة، والله القصة قصة سنين، هذه قصة كواري. شوف القصة ورينا جنة. يلا انت بلاي، ها العبي. يلا العبي. جود جير جنة. طبعا جايبين هنا بعد دورة عشان نسوي دورة نشوي يعني مارشميلو واشياء. كيف وهيا هببون جويكم. طلع هيا طلع ما له طعم. لا حلو ولا الدجاج مو مستوي. ندم. خلاص خلوا مري انتوا سووا. ها هنا الناس طابخين تاكل كذا. يلا انتوا تطبخوا هيا وهيفا، ترى شرطي اجيبكم البر انتوا تطبخون غدا. ما لي دخل مع سام. تعالي. لا لا اقعد اقعد اقعد. مشغوله صالح يبيني. لا والله. ها
حطيتوا البيبسي بالثلاجة؟ واو، كنت حاطة جوالي ومضغوط عليه من هنا فجأة كذا يرن. ليش؟ لا ما مو حرارة، عشان الامرجنسي كول. يلا عشان فوت حطي بيبسي. وين ذا بيبسي؟ فوت 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 فوت. في ناس يقعدون هنا ماما. انت بحط هناك هذا قزاز. يلا فوت بيبسي بيبسي. وين بيبسي؟ ولا ولا تيك واتر. طلعوا الثلج من داخل عشان يبرد. تبين ماجي؟ يلا حطوا ماجي. ذبح الجوع. يقول ماما طولتوا علينا بالغداء، شو انا جايبين دونات معنا. يلا وش تبغى حبيبي؟ حبيبي اذا تاخذ الطويله لا تاخذها. لا اقصد قصوها بينه وبين جنة. نعم حبيبي. وين دونات؟ يلا قصيها. آه هيا تبي صالح مع جنة؟ لا خلاص لان هذه الاوريو. يلا جنة يلا تبي الاوريو عطيها الاوريو. خلاص عطيها الا تبي الاوريو. واو جنة وريني وريني. تعال تعال. الله 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 مختارة هذه كلها عشان اللي فوق الأوريو. يلا ايت سيت داون ايت. طارت طارت خيمة صالح. لازم تحطين داخلها شيء ثقيل. مريم صالح طارت خيمته. حطوا هذه هذه فوقها. حطوا هذه حطي هذه عليها. حطي شيء بس لا يقطعها انتبهي. حتى جنة لا تطير خيمتها. يلا بسرعة بسرعة. خفيفة الخيام مرة. حطينا عليها هنا شوفوا عشان ايش يمسكها ما تطير. خلص الدجاج طبعا بنطلع الدجاج وبنشويه هنا على الفحم وبعدين بنكب الرز. جوعان يا صالح؟ مين جوعان؟ اللي جوعان يرفع ايده. حطيته من هنا هذا. ايه اللي جوعان يرفع ايده. مين اللي مشتهر مشوي؟ نعم. مي اي بول لوك لوك ستيكس. يا جود جير جنة. الله خلص الدجاج. انتي بتشوين ترى ها؟ خلص الدجاج؟ اي خلاص الحين بنحط الرز وبنشوي الدجاج. شوي. او ماي جاد احس هذا خلاص خلاص. الله يم يم يم. يو يو راحت الخيمة بسرعة يا جنة. تيك يور خيمتك خذيها. الله الله. كبستنا اللذيذة باقي لها شوي وتخلص. يومي ودجاجنا طبعا أهم شيء. مرة جوعانة مشتهية الكبسة. الله كبسة البر طبعا دايما غير غير غير. من اللي فاز؟ ما لعبنا. توكم ما بديتوا؟ ايه قاعد نسوي. وشو عاد لعبتكم عاد؟ كيف طريقتها؟ جبها من النمل ها؟ اذا جاكم نمل وخروا عنكم على اساس ما يقرصكم اوكي؟ وانت جنة وشو؟ وسو يا دنة وسو؟ جنة هونت بار طولها معها صالح. قالت خلنا البس لازمتي وروح بس العب احسن لي. معليش معليش الصغار ما يسوي شيء. الصغار ما يسوي شيء. الكبار هو المشكلة عرفت؟ هذا كبار. كبيرة بعد؟ لا لا قولي صغار عادي. اذبحها برجلك عادي. أخيرا نخلص الرز وبنتغدى. طبعا أول شخص بغلف له جدتي قبل كل الناس. رز حط لها لومية. حطي حطي زيادة. لا رز لا ينكسر. لا ينكسر بس الصحن. أنا أحس مخوف كذا. إنه حار الصراحة. يلا. الله الكبسة لذيذة. حطي دجاج يلا خلاص. وزعي الرز بس حطيها دجاج. هنا في سيرفس هذه حقت الدجاج. خدمة الدجاج خدمة الرز. واحدة تغرف واحدة تحط دجاج. يلا هيا حطي لي أنا.
انتبهي لا ينكسر. يومي. خلاص طلي رز الدجاج. دجاج لو سمحتي بليز دجاج. هاي هذا غداي. الله الله مع زبادي. يومي. كبسة روعة روعة. جهز الحين الشاهي. ماما حركاتها يا وش هنا بعد موجود في جيلي. خلينا نشوف. الله ما بيدخل هاي النمل ما يدخل من تحت. وهنا شوينا ذرة وباقي مارشميلو. ما تبون مارشميلو؟ شوي عندنا شوكليت بعد ترى. يلا خل نسوي وحدة على الأقل. جايبين هذا المارشميلو. جبتوا بسكوت؟ ما أدري. وش الشوكليت؟ وريني. واو بس وين أحطه؟ ما في مكان. وجبنا بعد هيرشيز عشان السمارز. واو بسكوت بعد جبنا بسكوت بعد. ايه. يلا تبون تسوون الحين سمارز ولا بتاكلون اول ذره؟ صالح اول ذره صح؟ ما في مكان للشوكليت. انا بيسوي لي واحده على الاقل. جبني يلا راح اسوي مارشميلو. ما رقصتي انت قلنا لك ارقصي قلتي ما ابي. يلا ترقصين عشان تاكلين مارشميلو. يلا ابي احطها على ابيها تحترق بالنار تصير كذا شمعه. اوكي اوكي يلا حطي لها مارشميلو بعد تبغى. اعطيها بينك وان. جمة تيك بينك. لا تحطينه هنا يجي النمل انتبهي. امسكيه ماما. المارشميلو حقتي. الحين راح احطها كذا. ولا دقيقة. اول شيء نحط المارشميلو كذا. نحط فوقها قطعة الشوكليت. ناخذ بسكوت. ماما شو. يلا جربه. يلا. واو ها كيف؟ ماما شوف سوينا هنا حطينا الشيبسات مع صوص صوتين. هنا طبق الشاهي وهنا طبق الشوكليت والحب. هيا وش قلتي؟ الحش بس. ليش ليش؟ الحش بس اللي بيحش ياكل حب.